فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم السفر للسياحة إلى البلاد التي تسمى بالإسلامية لكن تنتشر فيها المنكرات انتشارا كبيرا من الاختلاط والسحر وغير ذلك من المنكرات الظاهرة؟ هل يجوز السفر لأجل هذا أو لأجل النزهة؟ إذا كان في خوف على المسافر من أن يتأثر بهذه الأمور لا يجوز له أن يسافر، حافظ على دينه وعلى عرضه وعلى ولا يسافر له ولو كانت تسمى إسلامية. نعم، إذا كان فيها إباحية لا يسافر له. نعم.